اسكندري كي جيتك سيفيلا وكتبدل اصاحبي تجين والحطه ترى شويه وكتغلب ست شويكه ساعة الدرية عندي كتشوك عندي الدور ديال زياد اللي هو غادي يجي بحال غايجي هو الزوج ديال صوفيا مورا ما غيموت الشخصيه ديال عمر لطفي في الجزء الاول هو انسان حنون تري توندغ ظريف ان غران رومانتيك كي امن بزاف بالحب وماشي شي واحد اللي في لا كونفرونطاسيون اللي في هكا انسان مسالم وشحال مره كيسكت على حقه باش كلشي يبقى بخير صراحة اون فوا دازو الشهور الاولين ديال الفيروس صافي كلشي تاقلم معاه طريقة الخدمة المعقم لي ماسك انك ديما تشوف اتونسيون الانسان عنده هاد القابلية انه اي حاجة كيقدر يولفها مرة شوية ديال الوقت يلا سالينا لون ميتراج اللي كان غاليزي باغ دوحة مستقيم اللي هي كنظن اصغر مخرجة في المغرب سي اون اكسبيريونس زوينه فيها بزاف لي بيريبيسي تصورات في ما بين مراكش وكازا كنظن غتكون شي حاجه زوينه بصح الدور ديال سكافندري قربني بزاف للناس من خلال الشعبيه ديالو من خلال العفويه ديالو كيفاش تبنات الشخصيه فاش ساليت المسلسل كان عندي باش نجي كما غاديش نلعب ادوار اللي قريبه ليه باش ما يبقاش باش ما تكونش هاد لا كاتيجوريزاسيون ديالي في الميدان دونك تسنيت انني لعبت ادوار مختلفه وباقي كنلعب دابا ادوار مختلفه دونك مورا هاد لابوز كنظن ما غيكونش عندي مشكل الا كانت شي حاجه قريبه ليه معلوم ما غيكونش هو ولكن الا كانت شي شخصيه بهذيك الشعبيه وداكشي بالعكس ما عنديش مشكل انا جو سون غران فاناتيك ديال لي فيلم دوغور كيعجبني بزاف الافلام ديال الرعب و نبغي نلعب شي فيلم ديال شي بسيكوبات شي حاجه دو كومبوزيسيون بحال هكا ولا شي حاجه بحال هاد لو ستيل جو بونس كيعجبني في لا كومبوزيسيون ديالها صراحه ما بقاش عندي بزاف هاد لا ديفيرونسياسيون ما بينهم بجوج حيت دابا حتى الاعمال التلفزيونيه ولات كتخدم ب فان كتخدم بزاف ديال لو سيريو في لا كومبوزيسيون في لا رياليزاسيون في السيناريو فهمتي ماشي بحال اللي كان زعما كتقول راه غير التلفازه راه غير دوز فهمتي دابا المتفرج المغربي عنده الذوق عنده كيتفرج كاين نتفليكس كاين الانترنت كاين يوتيوب فهمتي دونك ما تقدرش تكذب عليه باي حاجه دونك لا كاليتي خصها تكون سواء كان في التلفازه ولا في السينما دونك بجوجهم عندي مزيان دابا كتولى عليا انا علاش انت اصلا ما كتعجبكش ما كنتي نلعب مع سانديا سانديا تجدين كنا فاش كنا في المعهد كنا ديما كنلعبوا جميع ولفنا هاد لا دواليتي بيناتنا و جوبونس غتجي شي حاجه في المستقبل ما كنت تزود انا عندي واحد العلاقه قريبه بزاف مع لي فان ديالي وكنهضر معاهم بزاف واللي كيعجبني في العلاقه اللي بيناتنا ان الحاجه اللي كتهمهم اكثر هو العمل ديالي هما لي بيرسوناج اللي كنخدم و كيكونوا شي نقاط ديال الاستفهام على شي حوايج ولكن حتى شويه ديال الميستير ماشي انا ما كنتش كنبارطاجي بزاف د الحوايج كان البارتيسيپاسيون ديالي في لي ريزو سوسيو تري ليميتي ولكن كتشوف بلي الناس اللي كتعجبهم خدمتك كيبغيو يعرفوا عليك شويه فهمتي اكثر دونك مره كنحط شي حاجه اللي تقربهم اكثر للشخصيه ديالي ولا كيفاش انا كنشوف شي حوايج مي كالفنان كالانسان العادي كل واحد خصو يعرف يلقى ديك لا ليميت ما بين شنو يبارطاجي من حياته الشخصيه وما بين حياته البروفيسيونيل
صراحه لحد الان كياخذ لي المجال الفني بزاف ديال الوقت ما بين لا ريشيرش ديال لي بيرسوناج ما بين انك يبقى عندك واحد النيفو ديال الالهام في حياتك فهمتي كيفاش تقلب عليه عبر القراءه ولا عبر كيفاش كتفرج ولا لي زاكتيفيتي اللي غدير وعاد كيفاش غتوجد البيرسوناج وعاد الوقت ديال التورناج وعاد انك ترتاح من بعد من شخصيه باش تدوز لشخصيه اخرى لحد الان بصح كياخذ لي لومبلوا دو طون كله دونك انا ماشي انسان اللي كنفكر بزاف الخطوات القدام كنفضل درجه درجه ونشوف لي ديسيزيون اللي غناخذ كاين ولاد المرسى ديال مراد الخاودي على الام بي سي 5 كاين هذاك لو ميتراج ديال باي باي لا فرانس وان شاء الله الجزء الثاني ديال سلامات ابو البنات و كاين شي حوايج اخرين ان شاء الله جايين كيما ديما جبارطاج بوكو دامور و دافيكسيون للناس اللي متبعيني واللي كتعجبهم الخدمه ديالي وحتى الشخصيه ديالي وكنقول لكم ان شاء الله يدخل عليكم 2021 اكثر من احسن من هذه السنه اللي دازت وكونوا كلنا على الصحه والسلام ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.